وقت دخل داعش اول كلمه حكى معنا بشر الطيور. تعال صام وليدي 33 سنه ولعل سوسي والطيور. إذا دي يمنعونا نكش بالليل، بالليل بده يطير الطير، ما قدروا يمنعونا. أجا أمير الحسبة حكى معنا برا، قال ممنوع الكش، قلنا له ممنوع الكش، ممنوع الكش، ما ردينا عليه، صرنا نكش. سكنوا مقرين جنبنا، قال تم كش الطيور، هن صار قال يبركوا برا ويتفرجوا، قلنا كشوا كيفكم، ما يحكوا معنا هن، بس صفير قال حرام. جيب الشيطان الطير بدلله يعني عطول شبعان ما بخليه جوا بل اي مع الطيره بحط له طيره عشان ما يروح حمام ما بتركه ما بقدر بتركه لانه سوسي معلق قولي بالدم